السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الافتكاسات مع أم جنى. النهاردة إن شاء الله أنا مش هخليك ترمي أي حاجة من العلبة دي، وهتستغليها استغلال كويس جدا وتبقى حلوة جدا ومحدش هيعرف إن أنتي اللي عاملاها بإيدك. أول حاجة أنا هبدأ إن أنا أشيل اللزق اللي موجود على العلبة كله كده، ولو في أي أثر هحاول إن أنا أغسلها كويس. هاخد نص دايرة بالجنيه ده كده وهعلم كده. هو انا طبعا جبت كذا لون بس مش باين خالص في الاسود دوت. بعد كده هجيب اي قطر وهبدأ ان انا اقص رقبة العلبة اللي معايا. بعد كده بعد ما قصيت الرقبة هبدأ ان انا بالقطر برضو، وهبدأ ان انا اقص الزيادات اللي انا عملتها في الكيرفات اللي موجودة على العلبة. بعد كده بمسدس الشمع وهبدأ ان انا هعمل دوائر صغيرة كده في البلاستيك بتاع العلبة. هو طبعا عشان العلبة بلاستيك والبلاستيك بتاعها خفيف، فانا بالمسدس بتاعي كان سهل ان انا اخرمها. بعد كده بالكتر برضو هبدأ ان انا اشيل البلاستيك اللي سايح زيادة اللي طالع بره الاخرام عشان ما يبقاش شكله باين قوي. برضو هشيلها من جوه بنفس الطريقة دي كده. بعد كده هجيب حتة ساتين كده رفيعة وابدأ ان انا اسيح الطرف بتاعها على الولاعة، وابدأ ان انا ادخلها في الدوائر اللي انا عملتها دي. بعد ما دخلت الستان بتاعي هدخل الستان بعد كده، النهاية بتاعته هتبقى في الاخر من جوه العلبة، واربطها كويس. بعد كده عملت فيونكة بين الستان برضو سهلة. بعد كده جبت الغطا بتاعي وحطيت عليه ستان من النص. كان عندي فروع ورد برضو، بدأت ان انا اخد 3 صغيرين منها كده وابدأ ان انا احطهم كده بالشكل ده. طبعا الزيادة اللي نازلة من تحت دي انا هقصها بالمقص. بعد كده جبت استراس خرز نص لولي نص وهبدأ ان انا ألزقه على الغطاء بتاعي بالشكل ده. بعد كده بحط كمية حلوة كده من الشمع على الغطاء بتاعي عشان أبدأ ان انا ألزق العلبة ويبقى الغطاء هو القاعدة بتاعتي. بعد كده احط كم خرزة كده على الفيونكة وعلى الورد بتاعي. الشكل طالع حلو وجميل جدا، الفكرة تحفة، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد.